وهذه شهادة واحدة من أعظم أنبياء العهد القديم، موسى الذي ترك مصر، مكتوب عنه موسى بالإيمان، بالإيمان أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجزة. تصور موسى بقول حاسبا عار المسيح بالإيمان غنى أعظم من خزائن مصر. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى، كما إبراهيم رأى يومي فتهلل. وهكذا أحبائي، موسى رأى يسوع المسيح بالإيمان. هذا موسى أحبائي اللي لم يقم نبيا بعده في العهد القديم، هذا الذي كان يكلم الله وجها إلى وجه كما يقول عنه العهد القديم. فشهادة موسى كان مهم جدا بالنسبة لليهود المعاصرين في أيام المسيح.